هذا الفيديو هو مقدمة لأسباب اللي هي أنا استندت عليها إنه آخذ القرار في خوض تجربة البحث في أسباب ومسببات وجود التحديات القائمة. تمام؟ فأنا هحط نقاط، تمام، اللي هي كلها مجتمعة كانت دافع قوي إنه أنا آخذ خطوة في قرار إنه أنا بدل ما أطور مهاراتي في المجال اللي أنا أشتغل فيه، وجدت إنه الأفضل إنه أنا أبحث في عمق هذا المجال، تمام، عشان أوصل لأصول، عشان أنا أفهم تكوينه الأساسي إيش، لأنه هذا الشيء هو يقود إنه يكون في يعني في بداية لإيجاد حلول للتحديات القائمة. تمام؟ فأنا بشكل سريع هبدأ أذكر المواقف اللي صارت دفعتني في هذا المجال. أول المواقف اللي صارت واللي هي كانت جوهرية في الموضوع هو تذمر وسخط أصحاب المؤسسات ومدراء المجال التقني. طيلة المسيرة من بداية من العملاء، تمام، ونهاية بمدراء المنشآت والمشاريع، إلا في حالات نادرة تكون لها أسباب، إما إنه المنتج مستقر أو الحل مستورد. الحل يكون مستوعب. في خلاصة التذمرات الموجودة هي نابعة عن عدم وجود استقرار في الحل والعرض، يعني الحل نفسه، الخدمة المقدمة، تمام، لا وجود استقرار فيها، هي متغيرة على طول، في تغيير مستمر، ولا يوجد استقرار في عرضها للعميل للمستفيد. وأنا هضرب مثال لهذه وهضرب مثال لهذه. المثال الأول في استقرار الخدمة هي مثالها مثال اللاعب الرياضي أو اللاعب الفني في المجالات الأخرى. تمام؟ اللاعب الرياضي إذا هو لعب كورة خلاص انتهى الموضوع. تمام؟ من بداية احترافه للمجال إلى حفلة الاعتزال وهو يلعب كورة، لا يمكن أنك تجد قرار فريق مثلا انك تاخذ اللاعب هذا وتحطه في مجال اخر بحجه انه هو عنده اللياقه البدنيه، او تاخذ لاعب سله وتحطه حارس كوره لانه ما شاء الله تبارك الله يعرف يمسك الكوره كويس. تمام؟ المنطق الصحيح هذا غير موجود في المجالات الأخرى اللي هي أكثر استقراراً من المجال التقني، وهذا الشيء يجعل الشخص اللي موجود في المجال التقني في تعلم وتغيير مستمر منهك مستنزف لا نهاية له، ولا ينال الرضا
من الجهة، من العميل أو من صاحب المؤسسة، والاثنان لا يستطيعون إدراك ما يمر به نهائيا. فهذا الشق الأول هو استقرار الخدمة، تمام؟ زي ما الآن في مصطلح بيطلع الآن هو الشركات الخدمية، تمام؟ الشركات الخدمية، الناس اللي بيشتغلوا في المجال الخدمي المفتوح شيء يعني يعتبر نوع من العذاب الذي لا يطاق، تمام؟ وهذا إذا قورن بالمجالات الأخرى فهو يتجاوز المجال الطبي، يتجاوز، لأن التعليم وصقل المهارة اللي هو الشيء الأصعب، تمام، مستمر إلى ما لا نهاية. طيب الجانب الثاني وهو استقرار المخرجات للعميل. احنا قلنا اول استقرار الخدمة المقدمة، والآن استقرار مخرجات العميل واللي هي متمثلة في المنتج، تمام؟ المنتج لما يكون متغير هذا شيء يربك العميل ويربك السوق، ويجعل العلاقة ما بين المؤسسة وما بين الشريحة والشارع علاقة متجددة، وهذا شيء غير صحي في التجارة بشكل عام. تمام؟ لو جينا مثلاً للسوق حالياً في المجال الغذائي فلنفرض، فلو جينا للأساسيات اللي هي الخبز معلوم المواصفات ومعلوم الحجم والمقاسات، واضح. المنتجات الغذائية المقدمة سواء كانت اللي هي تعتبر تستخدم من الطباخين أو هي منتج نهائي، سواء كان فكرة أنه يكون في ساندويشت، همبرجر، وزبع بيتزا، تمام، هذه منتجات ثابتة واضحة، تمام. التنافس يكون في الجودة والتحسينات، ولكن هذه منتجات خلاص ثابتة، تمام. عدم وجود استقرار في هذا الشيء، هذا يخلق نوع من المتاهة للعميل، لأن العميل لما هو يجي عندك هو مش عارف بالضبط هو ايش، هو عنده مشكلة ولكن ما عارف كيف يعالجها، تمام. فلا بد العميل يكون عنده صورة واضحة بالضبط، زي ما هو مثلا الحين لو راح، لو العميل حيروح لمطعم معين هو عارف الوجبة بالمواصفات بالطعم كل حاجة، عارف هو ايش راح ياخذ، تمام. في المجال التقني العميل يروح هو مش عارف ايش حياخذ، بس هو عارف ايش مشكلته، حتى مشكلته هذه ايش حلها مش عارف، تمام. فما في الوضوح. طيب هل المشكلة هذه الآن اللي هو عدم الاستقرار في الخدمة وعدم الاستقرار في المخرج، هل هي مشكلة الشخص الفني اللي هو يتعلم كيف يبرمج؟ لا. هل هي مشكلة صاحب المؤسسة اللي هو قرر هو يستثمر في المجال هذا؟ قد هو له مسؤولية أعلى من الموظف، قد يكون له مسؤولية أعلى الموظف، ولكن المفترض السؤال هو اللي يطرح، فهمت علي؟ ولكن بالطبع الإجابة نهي عنده الموظف.
فالفترة اللي راحت يعني خلينا أحددها تماما من 2003 لحد فترة بداية البحث اللي هي 2014، وشفت ألوان الصدمات، تمام، ألوان الصدمات اللي شفتها طرحت تساؤل بالنسبة لي، إنه فين المشكلة بالضبط؟ حتى كلمة استقرار هذه أنا ما كنت أعرفها، تمام. فهذا أول شيء خلاني يعني أفكر إنه لابد يجي وقت إنه أنا لازم أشوف المشاكل هذه إيش أسبابها. هذا واحد. طيب الشيء الثاني، في 2005، هذه السنة هي بداية دخول اليوتيوب في الساحة. طبعا نحن موجودين في المجال التقني. أنا ذيك الأيام كنت يعني مطور في الباك إند والفرونت إند، موجود في 2005 وحاصل على شهادة من أدوبي في استخدام تول اسمها دريمور. ففي تلك الفترة نحن كلنا يعني كتقنيين نعرف انه الفيديو الموجود في اليوتيوب هو عبارة عن تقنية مستخدمة لعرض الفيديو. هذه التقنية تم تطويرها من شركة اسمها ماكرو ميديا، والتي في 2005 تم بيعها تم بيع ماكروميديا إلى منافستها اللي هي أدوبي، تمام. في ذيك الفترة أدوبي، جوجل وأكثر من شركة طلعوا في الساحة في التوقيت اللي بدأت سرعات الإنترنت، سرعات الاتصال حق الإنترنت في الازدياد. يعني هذيك الفترة كانت أعلى سرعة ممكن تكون موجودة 1 ميجا مثلا، تمام. فالشخص العادي ممكن يتحصل على 128 256 512 كي، تمام. ففي ديك الفترة بدأت السرعات تزيد، وبدأت التقنية اللي هي ماكروميديا وأدوبي كملت عليها إنه تعمل كومبريشن للفيديو، بحيث إنه ممكن الفيديو هذا حجم الملف تبعه يكون صغير جدا، تمام، وبالتالي ينعرض في الويب، تمام، عن طريق الفلاش بلاير. وفي تلك الفترة الفلاش بلاير كان له مستقبل، يعني كان له مستقبل واعد، وكان يعني في منتجات كثيرة حوله، لأنه هو يعتبر كأنه زي المخرج لخدمات ومنتجات كثيرة. ولكن في تلك الفترة مع كل الشركات اللي موجودة هذه اللي هي المصنعة للتقنية والمنتجة والمخترعة والموجدة لهذه التقنيات، ولكن كلهم فشلوا فإنهم ينقلوا هذه التقنية إلى الواقع. والذي نجح في نقل هذه التجربة للواقع هو يعني شخصين ثلاثة فتحوا اليوتيوب كمشروع خاص. وهذه التجربة نحن شفناها يعني، وهي تبدأ وتنجح وتهزم الجميع. وفي النهاية جوجل قفلت جوجل فيديو واشترت اليوتيوب. هذه التجربة أكدت إنه النجاح يجي من أرض الواقع، ما يجي من أصحاب التقنية نفسهم، أو أصحاب يعني حتى الموجودين للفكرة. يعني إيش معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام إنه الجامعة ما تقدر هي تطلع إنسان عبقري.
المؤسسة مثلا في الكورة ما يمديها تطلع لاعب مثلا زي مارادونا، ما تقدر. تمام، حتى لو عملوا كل الاحتياطات وكل يعني فتحوا الأكاديمية وعملوا وعملوا وعملوا، ما يقدروا يحددوا إنه الشخص الفلاني هو اللي هينجح أو المؤسسة الفلانية هي اللي هتنجح. ما حد يملك النجاح. تمام، فهذه التجربة الثانية اللي أنا شفتها وعززت عندي فكرة إنه في مشاكل هنا وفي النجاح هذا، اللي هو يعني برهن إنه نجاح الأشياء ما يكون مصنوع، ما يكون صناعي يعني. تمام، هو ياخذ مجراها الطبيعي. تمام، هو ياخذ مجراها الطبيعي. طيب، الشيء التجربة الثالثة اللي أنا مريت فيها ويعني خلتني خلاص قلت إنه لازم، يعني ما في مفر إن الواحد يرجع ورا شوية ويبدأ يحلل الوضع بشكل كامل تقنيا، ويبدأ بعدين يضاهي المجالات الأخرى ويشوف الاستقرار اللي فيها، يعني سواء كان في الفني أو في الإداري. التجربة الثالثة كانت إنه في شركة اسمها شركة إكس، يعني خلينا نتكلم، شركة إكس عندها سولوشن CRM كامل، محاسبة ومخزون وعلاقة عملاء وكل حاجة. تمام، وهذا السولوشن هو يعني كان في فترة 2015 بدأ يدخل يغزو الأسواق. تمام، هذا السولوشن هو ضخم، ما هو بسيط، ولكن ارتكازه كان على الويب، وهذا الشيء أعطاه ميزة عن كل الأنظمة الثانية اللي هي من أوراكل ومن شركات ثانية زي ساب زي إلى آخره. كويس، فكان في إقبال رهيب عليه، ولكن الصعوبة اللي الشركة واجهتها، وأنا كنت حاضر يعني في واحد من المشاريع اللي تم اعتماد يعني تطبيقها في تطبيق هذا السولوشن في المنشأة هذه، إنه المنتج هو ناجح في بيئته الأم، يعني في البلد اللي كان موجود فيه، في بلد المبرمجين اللي كانوا موجودين فيه، بلد الجامعة اللي خرجت الطلاب اللي هم بنوا السولوشن هذا، بلد المكان اللي المحاسبين والإداريين اللي صبوا أفكارهم وبلوروا المنتج عشان يخرج بالشكل اللي هو خرج فيه، كان ناجح في بيئته. ولكن أول ما خرج من بيئته وراح لبيئة ثانية فشل. يعني أنت ممكن تطلع بالطيارة تروح لمقر الشركة، هتروح تشوف الشركات كلها هناك شغالة بالمنتج ممتاز وما في أي شيء. تروح لبيئة ثانية مختلفة في اللغة وفي الثقافة وفي العمق المنهجي للتخصصات المرتبطة في المجال هذا، خلينا نذكر المحاسبة ونذكر المخزون والمستودعات ونذكر حتى الاتشار، مختلف يعني خلينا نقول مثلا حتى في الإدارة في اختلاف، في إدارة أمريكية، في إدارة بريطانية، في إدارة التعليم أو المنهجية فيها مختلفة. تمام، فأي منتج لازم يعتمد منهجية واحدة، ما يقدر يتنوع يصير لا منهجي، يعني ما لا يمكن، مش عارف. وإن حصل فيه إنه هو مثلا ممكن يكون فيه تعديلات، هتيجي مشكلة أخرى، إنه طيب المنتج هذا لو طلع من بيئته وراح لبيئة ثانية، فين الفنيين اللي ممكن
يعدلوها بنفس الكفاءة اللي موجودة في الـ صعب. تمام، على غير البنية الأساسية اللي هو اللغة المستخدمة. مثلا في بعض البلدان تلاقي مثلا المبرمجين أكثرهم بيستخدموا مثلا لغة مثلا جافا سكريبت، أو بيستخدموا جافا مثلا، أو بيستخدموا بي اتش بي مثلا. الوفرة حق المبرمجين هناك كذا. تمام، فلو جبت سولوشن مبني على لغة مختلفة صعب تغير السوق. خلاص السوق هذا هو تكون كذا انتهى. تمام، بالضبط زي الأسماك اللي تجيبها من موية مالحة وتروح تحطها في موية في مياه عذبة، ما حتقدر تسبح. هي سمكة وكل مواصفاتها سمكة، ما تسبح هناك. تمام، فالتجربة هذه إنه منتج متميز ممتاز شغال أثبت جدارته في بيئته، ولكن بمجرد خروجه من البيئة لم ينجح. هذا فتح مجال كبير وفرصة كبيرة لمسألة إعادة الإنتاج. يعني أي منتج عشان ينجح في بيئة أخرى لابد إنه يتم تفكيكه وإعادة بنائه بما بالاعتماد على المقدرات الموجودة، سواء المقدرات الفنية، المقدرات، المخرجات الجامعية الموجودة، التخصصات المتاحة، والحيثية والتفصيل المطلوب اللي هو هيكون تفصيل خاص للبيئة حقتك. قد يكون المنتج حيطلع بشكل أصغر من حجم المنتج الحالي، وهذا الشيء ليش؟ لأنه يتناسب مع البيئة اللي هو موجود فيها. تمام، فهذه الثلاثة التحديات أو الثلاثة يعني الفرص اللي أنا شفتها واللي أنا هعيدها الآن بس كبروس سريع ليها. أول شيء احنا قلنا التحديات الإدارية في جانب الاستقرار الفني في الخدمة، والاستقرار في المخرج للعميل. الثانية إنجاح الفرد من المؤسسة غير ممكن. تمام، وإن حتى المؤسسة كانت صاحبة الفضل، ولكن الإنجاح غير ممكن من المؤسسة. فالجامعة لا تضمن الطالب المتميز، الأكاديمية لا تخرج أو لا 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 تضمن، يعني ما في أكاديمية أو جامعة أو أي مؤسسة تعليمية أو فنية تقدر تضمن إنه فلان حيصير كذا. فالنقطة الأخيرة كانت إنه المنتج المتكون والمؤسس في بيئة معينة لا ينجح في بيئة أخرى بنسب متفاوتة، ولكن لا ينجح ويحتاج إلى إعادة تفكيك وإعادة بناء مرة أخرى. وهذه كلها تعتبر فرص وتعزيز للمقدرات الموجودة في البيئة الأخرى. هذه هي الأسباب اللي خلتني أنا يعني أدخل في مجال البحث عشان أفهم التقنية من بعد أبسط، وأفهم إيش هو البعد الأساسي ليها، إيش فكرتها، مكوناتها، أساسيتها. تمام، وكان تركيزي هو بعدين فقط، هو البعد الفني والبعد الإداري في محور واحد اللي هو محور الاستقرار. إذا في استقرار إداري، في استقرار فني، يصير في
في نماء ازدهار. تمام، هذه الهدف. المنهجيه اللي انا يعني دخلت فيها، طبعا انا مش مختص في مجال البحثي، ولكن قريت عن هو منهج البحث العلمي والاخره، قريت عنها، ولكن هذا الشيء اللي انا اسعى فيه. انا طبعا حاولت في ذيك الفتره ان انا استقطب كذا شخص من الناس اللي اعرفهم ان هم يساعدوني في هذا الموضوع، لكن للاسف كل الاشخاص اللي انا بضيفهم عندي بحسهم انه حيكونوا ما حيكونوا فاعلين معايا بنفس المجهود. تمام، فانا من يعني بدايتها كان تقريبا من 2013، نهاية 2013 بداية 2014، يوميا من العصر لحد الساعة 10 أو الساعة 12. هذه كانت فترة اللي أنا أقضيها في البحث. في الفترة هذه الأدوات اللي عندي كانت سبورة، طابعة، ومكتب كامل، إنه أنا أبدأ أبحث. جمعت كل التحديات والمشاكل هذه وبدأت أبحث فيها بشكل أعمق. البحث كان في المجال التقني بشكل أساسي، ولكن في المجالات الأخرى بشكل نظري. تمام، يعني أنا بروح في المجالات الأخرى بستشف ايش هي الحلول الاداريه والفنيه اللي اوجدت الاستقرار فيها. قطعا الاشكاليات دي كانت موجوده في كل المجالات، تمام، ولكن تم ايجاد جواب لها وحلها وانتهت، خلاص اصبحت مستقره، كلها مستقره. واي شيء مستقر هو قبل ما يكون مستقر هيكون مشكله موجوده، ولكن اول ما يستقر خلاص حيصبح هو الواقع هو هذا. تمام، ما حد حيسأل ليش وكيف، خلاص. فالمجالات الأخرى اللي هو المجال الرياضي، المجال الفني، المجال الغذائي، كلها مجالات هذه موجود فيها جوانب فنية وجوانب إدارية، وموجود فيها أسئلة وأجوبة لحالات ومواقف، موجود فيها حلول للاستقرار سواء كان في الفني او الاداري. ابسط مثال هذا الموضوع اللي هي الاكلات الشعبيه، مثلا خلينا نقول الطعميه. الطعميه لها مواصفات معينه، لها اداء معين، لها كوادر معينه. الكادر اللي موجود في الطعميه لا يمكن انه هو يدخل في، يعني هو طباخ صح، ولكن ما يقدر يتجاوز احتياجاته الفنية، احتياجات بسيطة جدا. تمام، هو بس بيقلي وخلاص. تمام، ما يقدر يدخل لمرحلة انه هو والله ممكن يسوي، ممكن يعمل ذبيحة، بس هي محدودة، يعني هي يعني شيء بسيط وهدفه واضح وخلاص. تمام، هل هو كل الطبخ؟ لا، مش كل الطبخ، ولكن جزء منه، ولكن منتشر. تمام، ليش؟ لأنه بسيط، بسيط فنيا، بسيط اداريا، تمام، وتكلفته قليله جدا، وبالتالي شريحه المستهلكين فيه كبيره. تمام، هذا الان ما هو شيء فني، هذا شيء اداري، هذا واحد مدير اللي سواه. تمام، فنيا ممكن الطعميه نفسها هذه منتج فني. تمام، ولكن التنظيم ليها، التنظيم الاداري ليها، والمسميات وطريقة الأداء والترتيبات، هذه يعني إدارية. تمام، مين سواها، كيف صارت، الله أعلم، ولكن هذا اللي تقدر تتعلمه، يعني تقدر تستفيد، يعني تشوف التجربة وبعدين تستفيد منها. هذه هي المقدمة للبحث. تمام، والبحث الآن هو انتهى. ما هو يعني أنا ما أجزم إنه هو بحث كبير، لأنه هو فرد واحد اللي عمل فيه، أنا بس، يعني ما في أحد، ولكن أنا أتأمل إنه هو يكون
بداية، تمام، بداية، وعلى الأقل إذا ما كان نتيجة يكون سؤال، يكون سؤال. مخرجات البحث، طبعا في البداية أنا بدأت كده ارتجالي، ولكن بعدين قسمتها. القسم الأول من البحث هو قسم كيف تعمل الأشياء. يعني أنا بجيب أشياء ناجحة زي الطعمية مثلا كده، شيء ناجح، وأشوف ليش نجح. خلاص، لأنه الناس الحين ما تبغى مثلا تنظير، لا، تبغى شيء ملموس وواقع. خلاص، هذا شيء نجح، ليش نجح؟ بس فهو في الجانب الإداري أنت تسأل ليش، في الجانب الفني أنت تسأل كيف. تمام، ليش، كيف، بس. فهذا هو الكتيب الأول. طبعا ما في أي نص، ما في أي سرد، ما في أي شرح، ما في أي حاجة، عبارة عن صور فقط. كل الكتب الثلاثة هي صور. هذا الكتاب أنا طلعت نسخة منه، 100 صورة مجانية، ممكن واحد يطلع عليها الصورة، مش شرط إنه يعني واحد يفهمها، بس اللي له تجربة إدارية أو فنية حيفهم على القطعة على طول. كويس. الكتاب الثاني هو طبيعة الأشياء. تمام، الأولى كانت how things works، كيف تنجح، كيف تعمل الأشياء. الثانية nature of things، طبيعة الأشياء. طبيعة الأشياء هو شيء نجح، تمام، ولكن لما نجح في أساس طبيعي له. يعني مثلا الأساس الطبيعي لمثلا البيض المسلوق، الأساس الطبيعي له أنه هو يعني بيستوي في المو... مثلا في مثلا في في الماء المغلي، غير لأنه هو بيض، هو طبيعته كده، غير لأنه هو بيض، هو طبيعته كده. طيب، يعني في بعض الأشياء في الإدارة وفي في الجانب الفني وفي الطبيعة هي كده. خلاص، المويه تتبخر في درجة 100، ليش؟ هي كده. خلاص، القزاز يتكسر، هو كده، خلاص انتهينا. تمام. ففي بعض، يعني هذا يعني البحث أعمق شوية من البحث الأول، هو يعني يركز على طبيعة الأشياء، الأشياء كما هي. تمام، الأشياء هي كده، خلاص. تمام. طيب، الكتيب الثالث هو يتكلم عن الوحدة الأساسية في الاقتصاد، الجامع ما بين الإدارة والفن. تمام، وهذه مختصرها أنا مسميها اسم دارج هو، ولكن أنا أخذت الاسم هذا لأنه يعني أنا فهمت، أو أنا أتوقع أن أنا فهمت ليش مهم هذا الشيء، اللي هو سميته أنا المنقبي. تمام، المنقبي هو حجر أساس، يعتبر زيه زي أي حجر أساس في كل بلد، زيه زي الخبز. هو الخبز شيء أساسي في كل في النظام الغذائي. ففي شيء، في شيء زي حجر الأساس. هذا حجر الأساس، هذا سويت كتاب له، هو المنقبي. طبعا الكتاب الأول تلاقيه ممكن 100 صفحة، ولكن الثاني ممكن تلاقيه 10 صفحات، الثالث ممكن يكون صفحتين. تمام، يعني درجة الأهمية مش في عدد الصفحات، درجة الأهمية بالمعلومة نفسها. فهل الكتاب هذا أنت يعني هو الصح؟ لا، هو فكرة. أنت كل هذه أفكار تستفيد منها، بعدين تستفيد منها بالطريقة اللي أنت بتشوفها مناسبة ليك، وتعيد تشكيلها بشيء اللي يناسب زبونك ومحيطك ومجالك وإلى آخره. كويس. في الكتاب الثاني اللي هو Nature
ثينكس طبيعة أشياء. أنا يعني في 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 مخرج له تقني، تمام، عبارة عن لغة أو ما هي لغة، هي فكرة، تمام، لصيغة هندسية الأفكار، لترتيب الأفكار، تمام، لترتيب الأفكار. الصيغة الهندسية هذه هي بتوفر حل للتعارف أو التعريف ما بين المجالات المختلفة، والتعارف والتعريف ما بين المجال الواحد في الشقين الإداري والفني. يعني الإداريين لما يجوا يشرحوا للفنيين ما في أمل، ترى ما حيفهموا الاثنين، مستحيل، في نفس المجال إداري وفني في التفاهم ما في، لأنه هذا منطلق مختلف. فإيش الطريقة اللي ممكن الاثنين يشرحوا لبعض؟ يشرحوا البحث ب يعني في البرمجيين في لغات البرمجية، في لغة عندنا اسمها يوميل. هذه اللغة أو الرسوم هي شبيهة باليوميل ولكن ليست يوميل. هي تعتمد، تمام، على الإنسان كيف يستوعب المعلومة. الإنسان كيف يستوعب الحين الآن لما تيجي تشوف في اللقاءات وفي الحوارات اللي تكون في التلفزيون، هي دائما في صيغة هندسية في الشرح، في الفهم، محور النقاش ونقطة النقاش وزاوية الحوار، وهو بيتكلم هندسيا، تمام، ولكن هو هذا شيء لا وعي، يعني لا وعي، ولا يعي انه هو بيستخدم طريقة هندسية في الفهم وفي التحوير، ولكن هذه هي نحن نفهم كذا، نحن كبني آدمين كبشر نحن نفهم كذا، مخنا مركب هندسي، تمام، والتراكيب الهندسية لها طبيعة، الدائرة لها مركز، مركز واحد، ما في دائرة لها مركزين، تمام، وليها أشكال، والمثلث كل شكل بشكل، وهذه المعلومة اللي في دماغنا هي مركبة هندسية، معلومات مركبة هندسية، تمام. ف nature of things هي بتتكلم عن الفهم، طريقة الفهم، تمام، ومخرج منها هي ما نقدر نقول لغة، ولكنها هي ترسيم للأفكار، عشان يكون في سهولة ووضوح التخاطب ما بين الجانبين الفني والإداري في تخصص واحد والتخصصات المختلفة، يصير في سهولة تعريف وتعرف بدون الحاجة للفهم، تمام. هذه هي خلاصة العمل الشاق الفترة الطويلة هذه اللي أنا كمان برضو وجدت فيها كثير من المشاق وكثير من التحديات واجهتها، والحمد لله ان انا تجاوزتها بدعم بعض الاشقاء وبعض الناس اللي كانوا داعمين لي في عملي البحثي، وغير الناس اللي كانوا مشجعين لي فقط، يعني باب الأخوة والمحبة. فأنا أشكر الجميع اللي وقف معي وساعدني، حتى لو كان بالتعاطف، ولكن هو عمل شاق صراحة. وأصعب حاجة كان في البحث هذا إنه المعاناة فيه غير ملموسة، صعب، ما حد هيفهم أنت التعب والمشقة، وهي كانت ممتعة، يعني شيء ممتع، ولكن المشقة اللي كانت فيه مشقة يعني كانت صعبة، تمام. وأنا الهدف اللي أنا بطلع منه في الفيديو هذا هو إنه أنا ما بحتكر البحث لي، أبغى الآخرين كمان يعني يخشوا في البحث هذا، وهم
يطرح الأسئلة ويطرح لها إجابات كذا. أنا خلاص سويت اللي عليا، تمام. الباقي المفروض سواء كانت الجامعات أو المراكز البحثية القائمة، الأساتذة الموجودين بكل التقدير والمحبة ليهم، المستشارين الموجودين في شتى المجالات. المجالات كلها هي مجالات متوازية، بحيث إنه هي زي القمم، يعني اللي يوصل في قمة واحدة يقدر يشوف القمم الثانية، تمام. أهم شيء توصل في قمة واحدة، هتشوف الناس هتشوفها بكل القمم، تمام. فاليوم نحن نحتاج للحوار والنقاش عشان جميعا نوصل للاستقرار. لو وصلنا للاستقرار هيصير العمل هو الإنسان يعمل ليعيش، مش زي ما هو حاليا موجود في المجال التقني يعيش ليعمل، تمام. ونحن هذا الشيء عانينا منه وما نتمناه إنه يحصل لأعدائنا قبل ما يكون لأصدقائنا وأبنائنا. شكرا لكم والسلام عليكم.